السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقائي الأعزاء، أهلا بحضراتكم في الحلقة 11 من تجربتي في اسطنبول. أعتقد أنا الإعلامي الوحيد كمان اللي في منصب كبير اللي تقدم باستقالته من رئاسة تحرير قناة الشرق، وأنا مش عارف تاني يوم أو تاني شهر هدفع إيجار بيتي منين، بس يعني لاني انا كنت رافض الحقيقة وبصارع الخضوع لهذا الزيف، رغم اني كنت باخد مرتب معقول، طبعا مش عادل، وما فيش حاجة عند ايمن اسمها مرتب عادل. التعامل معانا كان بنظام اسرى الحرب، بدل ما تشحت يا معلم، بدل ما تجوع يا برنس، الشنطة بيجي فيها كذا، بنوزع كذا على الإعلام بحيث إن المعد أو الصحفي اللي مفروض مرتاح دفع فواتيره يبقى مش طايق نفسه ويوصل لمرحلة اللي حضراتكم تابعينها دلوقتي، شغل روتيني. الحقيقة كنت أتمنى أكتر من كده، وبقيت الفلوس اللي هم بيلقفوها بيزنس في كل حاجة، مش بس في اسطنبول، في أوروبا وصلت حتى لمطاعم السمك. يعني الناس اللي بتطلع تمثل الحرية والعدالة والله عاملين بيزنس في اسطنبول وبعض البلدان في اوروبا، واصل حتى لمطاعم السمك، يعني حاجة اخر زفارة. بس انا في حلقة النهاردة مش هتكلم عن الاستقالة، لكن هتكلم عن متى بدأت افكر جديا في تقديم استقالتي من رئاسة تحرير قناة الشرق. والاستقالة اتسربت واتنشرت على الانترنت، حضرتك تكتب بس استقالة حسام الغمري فيها الاسباب، يعني هما بيحاولوا يشوهوني ويغتالوني معنويا دلوقتي يعني. تمام، وصممت على هذه الاستقالة، لكن خليني ارجع فلاش باك. اول ما انتقلت للعمل في قناة الشرق، ايمن قال لي، سألته انت هتصرف على القناة منين؟ قال لي انا بعت شقة في الزمالك ب 25 مليون جنيه هصرف بيها على القناة، وربنا يسهل يعني تكمل معانا 6 اشهر الفلوس دي وربنا يسهل. صدقت، والله العظيم صدقت، وفضلت مصدق فترة طويلة الموضوع ده. واذكر ان انا بعد استقالتي وبعد ازمة العاملين في الشرق، يعني وانا طبعا تضامنت مع العاملين بعد استقالتي، عاتبت دكتور ايمن في جروب على الواتساب. اذكر كان فيه الصحفي الكبير استاذ محمد القدوسي، قلت له انت ضحكت عليا، انت قلت لي انك بعت شقه الزمالك وهي نفس الشقه في تقديري اللي تم التحفظ عليها او تشميعها بالشمع الاحمر دلوقتي، هو اتاري كان باعها لابنه يعني، ما علينا. بس انا فضلت فتره مصدق ان ايمن باع شقة عشان يفتح قناة فبيصرف، فبالنسبة لي ده كان راجل بيجاهد بالمال، يعني راجل بيحب البلد جدا، بيضحي ب 25 مليون عشان يفتح قناة معارضة ثورية. والله كنت مصدق، واقول لكم فضلت مصدق لغاية ايه. فقلت بيني وبين نفسي اذا كان هو الراجل جاهد بالمال بتاعه، فانا اجاهد بمجهودي بصحتي. والله كنت بشتغل في القناة السبعة ايام في الاسبوع، وتقريبا طول فترة ما انا صاحي، طول فترة ما انا صاحي، بالنسبة لي ده راجل بيجاهد بفلوسه، فانت تجاهد بصحتك بقى، لو عندك شوية خبرة، لو عندك شوية تجارب انت تجاهد بيها. لدرجة ان في ايمن الباجوري مرة قال لك احنا طول ما في واحد زي حسام الغامري، ايمن نور عمره ما هيدينا مرتبات عادلة. اذا كان حسام بيشتغل الشغل ده كله بالراتب اللي بياخده ده، طبعا انا كان في ظني ان ده راجل بيجاهد بماله، كنتش اعرف خالص التمويل والشنطة والكلام ده. فانا اقل ما فيها اني اقدم مجهود وابذل مجهود سبعة ايام في الاسبوع من اول ما بصحى لغاية ما نام. واول سنة القناة كانت منورة يعني كده، وكنت فرحان الحقيقة رغم التعب ده والإرهاق ده، وما بعملش حاجة غير ان انا بشتغل، لكن انا كنت مبسوط للأمانة يعني. بمرور الوقت بدأت اشعر ان لا، في حاجات مش مظبوطة،
الناس دي مش جاية تجاهد، الناس دي مش جاية عشان البلد، في حاجات كده مش تمام. اصل انت يا قلبك على قلبك على المعتقلين يا سيدي، على الاقل انت مش جاي تعيش شهريار يعني. المهم انا مش بتكلم على شخص معين بشهريار يعني، ما اقصدش شخص معين يعني، لكن في حالات شهريار في اسطنبول يعني، حالات الف ليله وليله فعلا يعني. لقيت مره عندنا مكيره، انا رئيس تحرير القناه، بس الجزء الاداري والفني كانت شركه لبنانيه، عرفت بعد كده انها تبع وسيط اللي بيسلموا الشنطه يعني، قال له خد والشركه دي بتاعته، ده هم كانوا بيعملوا شركات في شركات وبتاع سبوبه كبيره يعني. لقيت المكيله دي متملعنه وبتتنطط على المذيعين وعلى المذيعات، ومحدش عارف يكلمها في القناه، هي مش تحت ادارتي بس انا رئيس تحرير القناه، هي تحت الإدارة المباشرة للشركة اللي ماسكة القسم الإداري. لا شكيت في الموضوع، دي مكيرة مع احترامي للمهنة، لكن من قواعد المهنة أني ما وطرش المذيع أو المذيع قبل ما يطلع على الهواء. شكيت في الموضوع فروحت لموظف اسمه أحمد، كان موظف في الشركة اللي بحكي لكم عليها اللي ماسكة القسم الإداري، وبأعلى صوتي هي مين اللي بيحميها؟ هو مين اللي وراها؟ هي بتتنطط ليه؟ ايه الموضوع؟ انا مش فاهم. ساعتين وبلغني احمد ده ان هي تم فصلها، وطبعا كلامي كان فيه تلميحات مفهومة، وايمن نور اذكى لامانة الله ان هو بعد اللي انا قلته لاحمد ده ان هو يبقى البت دي في القناة تمام؟ واذا قارنت ذكاء ايمن نور بقيادات الاخوان، فايمن نور يعتبر بالنسبة لهم طفرة جينية للامانة يعني، ايمن نور ادفانسد كتير عن الاخوان تمام، مشاركين بعضه حاجة اخر سمك يعني. المهم ايمن نور من طبعه ما يجيش يصطدم بيك مباشرة، لكن يزق واحد من الاجرية بتوعه زي الاجر العصفورة اللي يعني حرام وطالع في الفيديو مكسوف ومش قادر يبص للكاميرا وهو عايز يبين المؤامرة، اصل اي حد بيكشفهم لازم يبقى فيه مؤامرة، وكأنه هم يعني قدس الاقداس محدش يقترب منهم عشان البيزنس يزيد يعني. المهم علينا، لقيت بقى البرنس معتز داخل لي على المكتب وبيخبط لي عليه، انت مشيتها، مين هيعمل لي المكياج دلوقتي؟ على فكرة أنا مرة واحدة بس اللي عملت مكياج، لكن طلعت بعد كده على الهوا في سينما الشرق وفي رؤية من غير مكياج، أنا راجل يا عم فيه إيه؟ فروحت أنا واقف وقلت له اطلع برا يا ماسك. طبعا معتز طلع جري، خبطت له بقى على المكتب اطلع برا يا ماسك رئيس التحرير. راح لأيمن، يا أنا يا حسام في القناة مش عارف إيه وبتاع، بس طبعا أيمن اذكى من ان هو كان ايه. انا رحت لايمن، ايمن قال لي ده بيقول لي معتز يعني حسام في القناه، قلت له اكتب لك استقالتي فورا، بس صدقني يا ايمن انت اللي هتلبس، وده اللي حصل بعد ما استقلت بعديها، انت اللي هتلبس. وكان بيعيط ايمن بعد كده، كان ايمن كان اذكى من ان هو يقبل استقالتي في هذا التوقيت يعني. مواقف شبه كده بدأت أحس إن الناس دي مش جد، الناس دي جاية تلعب ولا إيه؟ الناس دي جاية تمثل ولا إيه؟ وطبعاً مفهوم المكيرة دي إيه اللي كان ملعنها كده ومديها ثقة في نفسها. حصل موقف في رمضان 2017، أنا استقالتي كانت في نهاية 2017. رمضان 2017 هو الفترة اللي بدأت أدرس فيها استقالتي حتى لا أكون صاحب مسؤولية في هذا المجتمع الزائف، عشان بس يعني الأجرية والعصافير يعرفوا ان هم قدام صغيرين قوي، صغيرين قوي على فكر. وحتى الأجر العصفورة ما وصلش مرتبه لغاية دلوقتي زي ما كان مرتبي في 2015، وبرنامج سينما الشرق كان مكسر الدنيا ساعتها، بس ما يفرقش معايا. كان مفروض في رمضان انا بطلع برنامج اسمه ليالي الشرق، فمفروض الضيوف بيكونوا موجودين، يحصل بريك يتسحروا يخشوا الهوا تاني، لان الصيام في اسطنبول في
في الشتاء طويل جدا. اول سنة الفطار كان 10 إلا ربع بالليل، وبدأت في السنة دي ايمن يقول لي لا احاول تقلل المعدين اللي هيقعدوا يفطروا في القناة على قد اقل ما يمكن. كنت انا بقى ساعتها عرفت ان في تمويل والمبلغ كام يعني، من شخص بثق فيه جدا يعني، ويمكن هو الوحيد اللي بثق فيه يعني، تمام. وان المسألة سبوبة، اصرف اقل ما يمكن واضربوا الباقي كلهم، مش بكلم عن شخص بعينه يعني. المهم يا معلم، طيب ماشي، قللت له عدد المعدين اللي هيفطروا في، وقال لي الفطار اللي بيعملوه في المطبخ السياسي، في برنامج المطبخ السياسي، هم اللي يفطروه الثلاث اربع معدين اللي انت هتقعدهم. الولاد اول يوم قالوا لي الاكل بارد يا استاذ حسام ومش عارف ايه وبتاع. كلمت ايمن بهدلت الدنيا، قلت له يا افطروا افطار كويس، دول صحفيين، يا اما انا مش رايح القناه. فده كان اول موقف. تاني موقف الحقيقه اللي هو موقف السحور ده، كان ضيفتين من اليمن، ومفروض السحور بيجي اوردر سحور، الضيف بيطلع في 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 الفاصل يتسحر ويخش، ده رمضان. فبتمم على القناه قبل ما اروح اتسحر في البيت، بسال احد يعني العاملين الاداريين سحور الضيوف موجود؟ قالوا لا، الدكتور ايمن قال ما فيش سحور للضيوف. طب الناس اللي جوه اللي على الهوا يتسحروا ايه؟ قال لي ما اعرفش. طبعا انا عايز اقول لكم ان انا حاولت اتصل اعتذر بالضيفتين العزيزتين من اليمن الحبيب، فترة طويلة بعد كده ما ردوش عليا في التليفون. والموقف ده مش خلاني في ربع هدومي، ده خلاني يعني. الموقف الثالث اشتهر وقتها على السوشيال ميديا، وهو تحت عنوان طرد المعارض الإماراتي اللي هو حسن الدقي. كان حصل حصار قطر في رمضان هذه السنة، وانا طبعا الضيوف من احدى مسؤولياتي يعني، حتى لو كانت مش مسؤوليه مباشره، بس ما يعني انا بتطلع لي ورقه اللي المعد فيها بيرشح الضيف ولازم انا اوافق عليها يعني. فكانت الحلقه فيها الاستاذ احمد عبد الجواد والمعارض الاماراتي حسين الدقي. الحلقه بدات تطلع وخلاص، انا عمري ما كنت برضى اكل الحمد لله في قناة الشرق يعني خالص، لازم اروح اكل في البيت. فراح في البيت عشان اتسحر، الاقي ايمن نور بيتصل بيا بصراخ هستيري، مين اللي طلع المعارض الاماراتي ده على الهوا؟ قلت له ما اكيد انا، في ايه؟ ازاي يطلع؟ ده الحكومة التركية منع ظهوره على الشاشات. قلت له ما حصلش، لانه كان قريب على قناة مكملين من كام يوم بيتكلم في نفس الموضوع حصار قطر. لا انت هتقفل القناة، وكان بيصرخ ايمن نور بهستيريا غير عادية، غير عادية يعني. يا حبيبي مش ممنوع، الاتراك مش منعين ظهوره، وفعلا ظهر بعد كده في قنوات تانية. صريخ صريخ صريخ، انا عايز اخلص من الصريخ الهستيري. قلت له طيب 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 اقفل اقفل اقفل، انا هتصرف. وساعتها وانا عارف ان احمد عبد الجواد على الهوا، قلت طيب والله العظيم انا يعني هشيله الليله. كلمت الرئيس تحرير البرنامج، قلت له اطلع فاصل واعتذر للضيف الاماراتي. وانا عارف ان احمد عبد الجواد جوه، واحمد عبد الجواد ده ما كانش بيجي القناه الا لما انا اكلمه، وبيحب ايمن نور زي كده ما احنا ما بنحب منحم بيجن بالظبط يعني، قصه اخرى يعني، حكى لي بالتفاصيل احمد عبد الجواد. طبعا احمد عبد الجواد يا معلم شاف الموقف ده، راح طالع ومنسحب على الهوا من الحلقه، وبدا يكتب عن قناه الشرق. طبعا ايمن بالموقف ده فتح الباب لتصديق اشاعات انه بقى كمان متمول من دحلان او مش عارف ايه، فتح الموقف الكبير لاشاعات صحيح يعني. لكن انا مندهش يعني، طب ده معارض اماراتي ورئيس حزب وفي نفس الخندق والاتراك مش مانعين ظهوره. وقتها انا بتكلم 2017 على فكر، الاتراك مش مانعين ظهوره،
اتجنن ايمن واتكهرب واتصل بيصرخ لي في التليفون. ثلاث مواقف دي خلتني من رمضان 2017 باخد قرار. ثلاث مواقف في رمضان، الاول اكل الصحفيين عايزهم ياكلوا اكل بارد الطبخ على الهواء، السحور بتاع الضيفتين الاماراتيين اليمنيين قصدي، وطلبوا وصريخوا عشان المعارض الاماراتي اللي على الهواء. وبالمناسبة ايمن ما عاتبنيش على التصرف اللي انا عملته، ان انا طلبت من رئيس تحرير البرنامج انه يطلعه في فاصل. يعني كان مفروض يعاتبني، طب انت يعني انت هو زعلان انه طلع ضيف، مفروض الموضوع كان يتعالج بطريقة تانية، ما تعملش فضيحة. لكن وكأن الطريقة الغلط اللي انا عملتها، وكان قصدي بصراحة يعني ساعتها انت بتصرخ لي في التليفون، طيب اهو وعارف ان احمد عبد الجواد هيكتب الموضوع مش هيسكت، مش انت مالك القناة وده اللي انت عايزه. ما عاتبنيش مثلا ان انا طلبت خروجه من الفاصل، ما عرفش. لكن حوالين ايمن اسئلة غامضة للتاريخ يعني. فالمواقف الموقف دي وموقف المكيرة قبل منه، لكن التلات مواقف دول رغم ان انا عملت سيزون في قناة الشرق في رمضان 2017 وجبت من سوريا مسلسل صقر قريش، مسلسل صلاح الدين، ده كان الحمد لله كان شغلي انا وشكرني عليه للامانة ايمن نور كتير يعني، وجبت مسلسل ثالث ملوك الطوائف، وكان يعني رمضان 2017 انا في تقديري المتواضع يعني، ودي كانت اول مرة الشرق تطلع مسلسلات، وكل ده الحمد لله كانت افكاري وانا اللي بدأت التفاوض مع الشركة السورية وجبت المسلسل بسعر تضحكوا لو عرفتوا السعر اللي جبته بيه يعني. لكن من وقتها بدأت افكر جديا، انا لا انا لازم استقيل، انا مش ممكن اتورط في هذا الزيف، في هذا الخداع، في هذا التمثيل. دوروا لو لقيت واحد تاني في الغربة بيستقيل وهو مش عارف حتى هيدفع ايجاره منين بعد كده بعد ما يستقيل وانقطع عنه الراتب، لو ما لقيتوش وبقوله لا الراجل ده صاحب موقف وفعلا بيحكي تجربته في اسطنبول عشان يطهر الجرح، عشان ينظف الجرح، لان عمر بلدنا ما هتدخل عصر جديد على اسس من الزيف والخداع. وعايز اقول للجمهور فكر كتير قبل ما تصدق اي حد، حتى انا شغل مخك احسبها، لان احنا اعتقد ان احنا اقتربنا كثير جدا من عصر المسيخ الدجال، وانا لله وانا اليه راجعون. بشكر حضراتكم، هقرا تعليقاتكم، اشتركوا في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.